السلام عليكم، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي. اليوم غادي نتكلموا على واحد التجربة خاصة اللي هي تاع الشنيولة اللي قهرتني. هاد زعما تتقهر مع الوليدات الصغار ومع الناس كبار في السن، يعني قهرتنا. جبت لكم اليوم واحد ثلاثة الوصفات حتى جربتها مجربة، يعني وصفات رائعة للقضاء على هاد الشنيولة وبأرخص الأتمام كيف ما العادة، يعني اقتصادية من لا كويزين. تبعوا معايا التفاصيل. بسم الله على بركة الله. كناخدو قرعة بحال هذه، تنقسموها على جوج بهذا الشكل، هذا نقسموها بهذا الشكل، تنقادوها مزيان، نقادو لها الأطراف ونقصو باش يجي هذا الشكل، يجي بحال هكا، يعني عملي أوبس. ومن الأحسن ديرو قرعة صغيرة، ما ديروش كبيرة، كبيرة بتضطر تقصو الوسط ديالها كله، يعني ديرو غير قرعة صغيرة بهذا الشكل هذا. وتقدروا ديروا جوج قراعي، قرعة في البالكون، قرعة في البالكون الاخر، يعني استعملوا جويجة، ولكن من الاحسن ديروا القراعي الصغار، ما تستعملوش الكبار، عاد تلوحوا فيهم النص الوسطاني خصكم تقطعوه. قرعة بحال هذه تنقادوها، تلصقوها على هذا الشكل هذا، ومن بعد تنستعملوها. بعد ما لصقتها بالسكوتش مزيان، ما خليتهاش شي بلاصه ما يتنفس بهذا الشكل هذا، تنجيبوا هذه القرعه تنخويو الماء على القد هنا الراس، باش نجيبوا الماء مع الراس نتاع القرعه يكون في الماء بهذا الشكل هذا، باش ما نفوتوش القياس. ها هو الماء يكون سخون، وتنعملوا فيه جوج معالق ديال السكر. تنجيبوا السكر ديالنا، تنديروا جوج معالق ديال السكر، هادوكا السكر تيطلق الرائحه ديالو اللي تيشموها الشنيوله والناموس، تيشموا هاد الريحه مزيان ديال السكر. هما ماشي بحالنا حنايا، هما راه تيشموها مزيان. تطلق الرائحه تاع السكر اللي ما تنشموهاش حنا، ولكن الحشرات تيشموها. ومن بعد تنديروا الخميره ديالنا، نديرو جوج معالق صغار، وتنخليو الخليط ديالنا يطلق على خاطر. هذه الصيادة ديالاش ديال الهاموش اللي هو الشنيولة، خصوصا ديك الشنيولة شي حاجة اللي كريهة، تبقى تتقرص الدراري الصغار، خصوصا اللي كانت حداك شي جردة، كنتي ساكنة حدا شي جردة كبيرة ولا حدا شي غابة، حداك شي طبيعة، صافي تتهلكك، تتهلكي مزيان بهاد الشكل هذا. وتتحطيها في البلايص اللي بغيتي، تتحطيها مثلا في البالكون او تتحطيها في اي مكان، تقدري تحطيها في الصالون، لان ما تتعطيش الشريحه كاريها، ولا تحطيها في البلاصه فين تتفرجي في التلفزيون، فين ما تقدري تحطيها. هذه الطريقه الاولى. وكاينه الطريقه الثانيه، تنستعملوا فيها شويه الزيت البلديه والقهوه. القهوه عندنا اللي تتكون مطحونه هكا، وتيخصنا الشمعه. هاد القضيه هادي يمكن لك هادي تحطيها في الصالون، تحطيها في بيت الناس، زوينه رائحتها زوينه. هي بالنسبه للشنيوله ولا الناموس ولا الحشرات، بالنسبه لهم رائحه خايبه، تيهربوا منها، يعني ما يقربلكش في بيت الناس، ما يقربلكش في الصالون، ولكن بالنسبه لينا حنا راه رائحتها زوينه. تتعملي لها هكا بهاد الشكل هذا في الزيت، وتتعملي لها هكا في القهوه، شفتوها بهذا الشكل هذا، وتتشعليها وتتحطيها، تتبقى تتحترق وتعطيك رائحة القهوة رائعة. إلا إلا ما كنتيش تبغي رائحة نتاع القهوة، ولكن هي رائحة رائعة. كاين الناس تيشريو هاد أي حاجة فيها رائحة القهوة تيعشقوها، أنا من الناس عشاق القهوة، يعني الرائحة تتكون رائعة. عادي تشعلي الشمعة وتحطيها في البليصة فين تتحطي الشمع ديالك اللي عندك نتا، ولا داك الشمع، شريو داك الشمع الصغيور اللي تيكون هكا حتى هادي، ولكن هادي حيت رخيصة، هادي شمعة رخيصة، وتتقديها بهذا الشكل هكا، والشكل ديالها زوين، وتطفيني تضو في الليل وتشعليها بهذا الشكل هذا، وتتشعليها وتهرب، ما كاينش شي حشره تبقى تدور بك ديك الرائحه نتاع القهوه، تعرفتي راه تتقهرهم، ما كاينش، ما تبقاش لك شي حاجه تدور حداك ديال الحشرات. وكاين هذه الطريقه ديال البصله، ولكن ما تليقش لا للصالون ولا لبيت الناس،
يعني الغرف النوم لا ما يمكنش، لان الرائحه ديالها نفاذه البصله، يعني تليق المطبخ، البالكون ديال المطبخ عرفنا بانه تيدخلوا منه الحشرات. الا كانوا عندك شي حشرات في المطبخ، اي نوع من انواع الحشرات، لا تتهرب حتى النمل، اي نوع من انواع الحشرات هذه تتليق ليه، ماشي المشني ولا وداك الشيء الصغير، كله تيهرب من هذه الرائحه هذه بهذا الشكل هذا. الا لقيتي تبصيل كبر من هذا او بلاطو تعمريه بالبصله وديري فيهم شويه ديال القرنفل بحال هكا من هذا الشكل هذا، هذا راه تيهرب، راه ماشي ماشي شي حاجه زعما اللي هي بدعه اللي هي، ولكن ما تقدريش ديريها في الصالون، ديريها في الكوزينه من الافضل. حتى الكوزينه راه تكون فيها هاد الحشرات، خصوصا جهه لافابو، جهه النوافذ ولا البالكون، حطيها في الباب تما، راه ما تدخل لك حتى شي حاجه. ولا الاماكن المفتوحه، الا عندك جريده، عندك شي بالكون تجلسي فيه تحطيها فوق الطبله ديالو، ما باش تحطيها في الصالون لا، حيت الرائحه ديالها نفاذه. اللي قادر يصبر ليها زعما اللي ما عندوش مشكل، كاين الناس اللي ما عندهمش هذا المشكل هذا، عادي عندهم ريحه البصله الدنيا هانيه. بهذا الشكل هذا مع القرنفل راه تينفروا منها واحد النفور غريب. وبالنسبه للاعشاب دائما ندير واحد الطبيسيل، ديروا فيه شويه ازير، والاخر ديروا فيه شويه ديال الخزامه، راه هذوك المسائل راه حتى هي تتهرب، خصوصا في النوافذ راه تيهربوا الحشرات. يعني دائما نستعملوا هذه المسائل هذه، انما الا كانت عندي شي حاجه قويه، هذه الوصفات الثلاثه اللي قلت لكم ديال نتاع الخميره، ها هي الخميره والسكر وديال البصله وديال الشميعه، هذه رائعه، هذه تتعجبك لانه رائحه القهوه شي حاجه تستمتعي بها انت، وفي نفس الوقت ما توصلكش لا شني ولا الغرفه، عرفتي كي تتولي فارغه من الحشرات الناموس ودوك المسائل، صافي تيهرفوا تينفروا من ريحه القهوه اللي احنا بالنسبه لنا شي حاجه محببه. وتنتمنى انه الفيديو ديالي يكون عجبكم وتستفدوا من هذه النصائح هذه البسيطه. وكيف ما العاده كنقول لكم تعاونوا معنا واشتركوا معنا وعملوا لايك واعطيونا رايكم، واحد الكومونتير صغير شويه ديال المساعده، وشكرا. نسيت ما وريتكمش الشميعه وهي مشعوله، ها هي. ايوا تخيلوا معايا في شي بلاصه ديروا جوج ولا ثلاثه برائحه القهوه، بالنسبه للناس اللي عزاز عليهم رائحه القهوه. نتمنى انكم تحاولوا تستمتعوا بهذه القضيه، هذه راه رائعه وعن تجربه، يعني شيء رائع وفي نفس الوقت مفيد. وشكرا لكم، حيت نسيت هذه الاضافه هذه زدتها، وشكرا.